يقول فضيلة الشيخ: في قوله سبحانه ثم استوى على العرش، هل يفسر هذا بأنه جالس على العرش؟ السلف فسروا بأربعة معاني: على وارتفع واستقر وصعد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: ولهم عليها أربع عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع. الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع إلى آخره. نعم، فهي استقر على ارتفع صعد، هذه معاني الاستواء. نعم.